خوتي الاعزاء، السلام عليكم، معكم الشيخ عبد البسيط. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لهاد الحلوه هذه، كتطلع رائعه بزاف بزاف. من الحلوه ديال حلويات العيد، يعني نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحضروها، يعني بطريقه سهله. هاد الحلوه ديال الكارويات كتطلع رائعه بزاف، غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها والمكونات اللي غادي يخصونا. كما كتلاحظوا ما تنساوش اللايك للفيديو والبارتاج، وشكرا لكم. هنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، 5 ديال الكيسان، وعندي كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت 150 غرام، وعندي جوج ديال الفانيل 7.5 7.5، هي 15 غرام، و16 غرام ديال الخميرات الحلويات، وعندي 150 غرام ديال السكر حبيبات، كاس ديال العنبه، نص كاس ديال العنبه ديال فيرميسيل، جوج معالق كبار، وواحد معلقه كبيره ديال هاد الفلون ديال فانيل، واحد القبسه ديال الملح، واحد نص كاس ديال دقيق الذره ديال النشا، يعني جوج معالق ما يكونوش عامرين بزاف. وهنايا ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه ديال التحضير مع ثلاثه ديال البيض. هنايا غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير. كما كتلاحظوا كنعملوا ثلاثه ديال البيض، وكنعملوا السكر، وكنعملوا هاد القبسه ديال الملح، وكنعملوا هاد السكر فانيليا باش يذوب لنا حتى هي مع هاد البيض ومع السكر. يعني كنخلطوا هاد المكونات مزيان باش دائما البيض مع السكر كتخلطوه هو الاول، الحاجه كيكون فيها البيض والسكر خلطوه هو الاول باش داك السكر كيدوب، يعني ما كتجي تعجن وتلقاك صافي كتلقاه يعني طلق، يعني دغيا كيدوب. وهنايا كنخلطوا مزيان مزيان كما كتلاحظوا. وهنايا هاد الحلوه كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه غتعجبكم بزاف. علاش انا كنعملها وكنعرف شنو كاين. وهنايا كانوا بعض الاخوات كانوا كيخدموا معايا، ومهم بغاو يعني يشوفوا الطريقه ديالها يعدلوها، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله كاملين كما كتلاحظوا. هنايا يمكن لكم تعملوا هنايا دابا الزيت، وهاد الفلون ديال الفانيل، او اي فلون كتحبوا عملوه. هنايا كنعمل، انا عملت ملعقه كبيره، يعني ديك الساشيه كبيره. هنايا عملت عاوتاني واحد المذاق ديال السيترون ديال الحامض، كيعطي واحد النكهه رائعه، النكهه ديال السيترون وديال الفانيل وديال فلون، يعني التوا ديال الفانيل كيعطيه واحد المذاق في شي شكل، كيجي واحد المذاق يعني ما كتقدرش تميز ما بين هذا وهذا، وكيخليك حاير في المذاق ديالو، كيجيك مذاق رائع بزاف. وهنايا كنخلطو مزيان، كنعملو هاد نص كأس ديال النشا، وهاد نص كأس ديال فيرميسيل. هنايا كنخلطو هادشي مزيان كما كتلاحظوا، وغادي نعملو الدقيق ان شاء الله. هنايا غادي نعملو، غادي نزولو هاد الفوي، وغادي نخدمو الاصابع ان شاء الله باش نعرفو الشونك ديال العجينه بيدينا. هنايا عملت نصف الكميه ديال الدقيق، ومعها هذوك جوج ساشيات ديال خميرات ديال الحلويات، كنخلطو مزيان يعني باش ما كيبقاولناش هذوك، حتى كنعرفو يعني صافي الدقيق تخلط، وديك الساعه عاوتاني كنعملو الدقيق النصف الاخر، وكنخلطو مزيان حتى كنحصلو على العجينه متماسكه ان شاء الله. هنا الله يجازيكم بالخير، ما تنساوش اللايك للفيديو، لحقاش علاش اللايك الفيديو، شحال ما كتعطيو اللايك الفيديو، يعني اللي كيتفرج كيعطي اللايك الفيديو، يعني كيكون واحد العدد كبير ديال اللايكات. وملي كيكون عدد كبير ديال اللايكات اليوتيوب ولا الفيسبوك، ملي كيشوف العدد اللايكات بزاف عند الفيديو، يعني جيم الفيديو، ملي كيشوف عنده بزاف ديال اللايكات الفيديو، ديك الساعه كيقترحوا للناس باش كيوصل للجميع، ويقدر واحد الفيديو الا ما كتعطيش يقدر انت براسك ما يوصلكش. لحقاش علاش الا كان فيه الفائده وما شتيش مع اللايكات، راه يقدر اليوتيوب ولا فيسبوك يقترحوا باش كتشوفوا، يعني كيقترح داك الفيديو. انتم شوفوا العجينه ملي كتكون هكذا متماسكه صافي كنزولوا، كيخصها ما تكونش قاسحه بزاف، يعني شويه كتكون ما هي قاسحه ما هي مطلقه.
هانتوما شوفوا السمك ديالها راه باين، ملي كنزلوا العجينه كتهبط غير بشويه تما كتعرفوا العجينه هي هذيك. وهنايا يمكن لكم تدهنوا شويه يديكم الزيت باش ما تلصق لكمش على الاصابع. وهنايا كنجيب واحد اللاطه ديالي كنعمل ليها البابي بويسون ولا ورق الزبده، كتكون واجده ديك اللاطه كنكونوا وجدناها. والفرن كيخصو يكون ساخن. هنايا هاد اللاطه فيها 28 في الطول ديالها وفي العرض ديالها فيها 24 سنتيم. وهنايا كنعملوا هاد العجينه كنطولوها واحد شويه بحال هكذا وكنزلوها في وسط هاد اللاطه. وهنايا كنعملوا واحد شويه واحد القليل ديال الزيت باش ما تلصقناش العجينه في اليد، لحقاش هادي ما فيهاش الزبده كتبقى العجينه كتبقى تلصق كتلتصق على الاصابع. وهنايا كنطلقوا هاد العجينه مزيان مع هاد اللاطه كنمشيو معها يعني غير الاصابع بحال هكذا حتى كنقادوها، يعني كنعرفوا العجينه كتجي مقاده وخصنا ندخلوها في هاد القنات، هاد القنات ديال هاد اللاطه كيخصنا ندخلوها باش كتكون يعني كتجي كامله. وهنايا ملي نتقادوها مزيان مزيان ديك الساعه ملي كتشوفوا الكسميتو ديك الساعه تقادوها تساويوها من الفوق بشي سباتول ولا بشي ملعقه ولا اللي عندكم يعني باش تقادوها. كتعملوا لها واحد شويه ديال الزيت وهي اصلا راه مزيته من الفوق راه كدوزوا عليها كتقاد راسها. هنايا كما كتلاحظوا يعني نعملوا ليها شويه ديال الزيت بحال هكذا، يعني هذه كنعمل هذه الملعقه الناس اللي ما عندهمش سباتول، راه ماشي الناس كامله عندهم سباتول. هنايا غير ملعقه وغادي تقادوا هذا الشيء هذا كامل. يا يعني نتوما ما كنمشيو لهاد القنات هادو ولهاد الاطراف ديال هاد اللاطا يعني كنقادو مزيان الحلوه ديالنا ان شاء الله. غادي الى جربتوا هاد الطريقه راه غادي تعجبكم بزاف وغادي راها في الفتاوى ديالها وفي غير تحطها يعني راه عامله بحالها بحال الكيك تقريبا. يعني كاين الناس اللي كتلقاهم اللي ما عندهمش سنان دائما كيصدعوني عليها دائما. وهنايا كما كتلاحظوا هنايا مع قديناها صافي غندخلوها للفرن. الفرن كنسخنو بزاف يعني اكثر من القانون يعني واحد 200 في الحراره، وتما كندخلوا اللاطه ديالنا وكنقصوا كنطفيو من الفوق كنخليو غير لتحت، وديك الساعه على حسب الفرن ديال الغاز كنخليو غير لتحت وكنقصوا النار مزيان لحقاش الفرن يكون ساخن مزيان. وديال الضو غادي تطفيو من الفوق وغادي تشعلو من لتحت وغادي طيبوها على 175 درجة. كما كتلاحظوا ها اللاطة ديالنا طابت وهنايا كتكون باقا سخونة كنعملو كنضيفو عليها هاد المربى ديال المشمش ولا أي مربى حبيتوها عندكم ديال الفريز ديال اللي كاين مهم الحامض المهم اللي كاين تعملو ليها ولا الناباج ولا اللي عجبكم. هنايا انا كنعملو في هاد الاثناء هنايا في هاد الوقيته ملي كنجبدها من الفرن كتكون ساخنه بحال هكذا باش كتشرب، يعني خصها باش تشرب ان هاد المربى يعني تشربو ما تخليش من الفوق، يعني شحال ما كتعملو من الفوق راه كتشربو. وهنايا يمكن لكم تعملو تضيفو لها شوكولا تضيفو اي حاجه يمكن لكم تعملو ليها. وهنايا دابا ان شاء الله غادي نساوي شويه بحال هكذا وغادي نخليها يعني ترتاح واحد شويه واحد انا خليتها تقريبا شي ربع ساعه حتى لثلث ساعه. وهنايا غادي نخليوها ترتاح مزيان مزيان يعني كما قلت لكم حتى لثلث ساعه ما تخافوش. هنايا كنخليتها ارتاحت مزيان شتو يعني راه شربت دابا. هنايا كنت راه وقفت الفيديو وهنايا كما كتلاحظوا كنجيب شويه ديال الجوز الهند يعني الكوك، انا كتعجبني بالكوك بحال هكذا. يمكن لكم تعملوا فيرميسيل تعملوا الكاوكا واللوز اللي حبيتوها في المكسرات يمكن لكم تعملوها، وهنايا كيبقى لكم الاختيار.
وهنايا كنتمنى ان شاء الله تجربوها كما كنقول لكم دائما، ما تنساوش اللايك الله يرحم لكم الوالدين. هنايا ملي كنطلعوا واحد شويه من لاطا وكنجبدوها ديريكت ليا فوق السطح العمل بكل سهوله، وكما كتلاحظوا هنا كنزولوا ليها، شوفوا الشكل ديالها راه كتكون طالعه تقريبا واحد 3 ديال السنتيم تقريبا، من 2.5 حتى 3 تقريبا. هنايا شوفوا الشكل ديالها من الداخل، يعني راه هكا عامله من الداخل كلها. وهنايا غادي نقطعوا الحلوه ديالنا على جوج، وهنايا عاود كل باندا كنقطعوا على جوج، يعني كتجيكم في العبار نيشان. هنايا هنا قطعوا ديال على جوج، وهنا عاود كنقطعوا ديال على جوج، والاخرى عاوتاني غادي نقطعوها عاوتاني على جوج. هنايا باش كتسهل عليكم مساله ديال التقطاع ديال الحلوه. هنايا عاوتاني غادي نقطع هنايا على جوج، وغادي نقطع ثلاثه هنا ثلاثه ليها، باش غادي تجي يعني كارويات بحال بحال. ويمكن لكم عاوتاني تقطعوها في هذوك الكارويات، تقطعوهم على جوج، يمكن لكم تقطعوهم على جوج. هنايا كما كتلاحظوا هنايا كنقطعوا الحلوه ديالنا بكل سهوله، وكنتمنى ان شاء الله اللي باغي شي حاجه يعرفها ولا يخلي لي تعليق، ان شاء الله انا غادي نجاوبك. هنايا كما كتلاحظوا شوفوا من الداخل، وهنايا صراحه في الماكله ديالها والله ما تشبعوها، وفي الماكله ديالها رائعه رائعه بزاف. وهنايا سيرتو الوليدات وكذا، يعني الحاجه كتعملها لهم حاجه زينه بزاف، وهنايا يعني وسهله ماشي شي حاجه صعيبه، يعني ما فيهاش يعني شي حاجه اللي هي معقده. هانتوما شوفوا الشكل ديالها، يعني الشكل ديالها، وغادي يقول لكم يعني غير الفيديو راه غادي يقول لكم المنظر ديالها والمذاق ديالها والشكل ديالها وكل شيء. وشكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.